يعني مجلس النواب شئنا ام ابينا هو المؤسسه الشرعيه والتشريعيه التي تمثل المواطن، وهذه بالتأكيد. المؤسسه يجب المحافظه على قدسيتها، يجب المحافظه على شرعيتها، ويجب ان يعني احنا كمواطنين وانا كنائب سابق يعني يجب انه نراقبهم، ويجب انه ننصحهم اذا عندنا نصيحه، ويجب انه اذا خلينا نقول وجدنا خلل نحكي لهم في خلل. وبالتالي مراقبه اداء مجلس النواب هي واجب على كل مواطن لانه هذا ممثل الشعب. اللي انت بتقول لي احنا بنراقبين، انا بجوز اخالفك الراي. للامانه جولاتي انا بين الناس وجلست نبض الناس، يعني كثير من الناس لا تراقب اداء مجلس النواب، وهذا الحكي مش جديد. يعني قصدك ان تخلوا عن العمل، لا يراقب، لا يعني هذه مشكله، تخلوا من باب انه يعني فقدوا الامل، فقدوا الامل مثلا، في احباط لا شك انه في احباط، يعني في احباط مستمر من اداء مجلس النواب يعني عبر الدورات المختلفه وتغول الحكومه على اداء مجلس النواب، وبالتالي صار انطباع عند المواطن انه شو ما عملوا النواب وشو ما حكوا وشو ما قدموا اللي بدها الحكومه بتسوي. هذا الشعور انا اقول هنالك شعور ولا اقول هذا ما يتم، يعني لانه يعني المواطن يراقب ومن حقه نراقب. الان قديش بنقدر نحكم على اداء مجلس النواب احسن ولا لا؟ احنا نكتفي بشهاده جلاله الملك الله طول عمره اللي شهد لمجلس النواب بالاداء الجيد، ويعني برضو المجلس 17 عشان انا ما اظلم حقنا وحق اخواننا زملائنا، برضو جلاله الملك الله يطول في عمره برضو شهد لاداء مجلس النواب في المجلس 17، وليس ادل على ذلك من مجموعه القوانين التي تم اقرارها في هذين المجلسين والضروريه لتنظيم حياه المواطنين، وفيها نوعيه يعني اذا اخذنا المجلس دوره مثلا الدوره الاستثنائيه، الدوره الاستثنائيه يعني تم اقرار مجموعه من القوانين ذات العلاقه بالقضاء ونحن فعليا بحاجه لها، لانه صار في الفتره الاخيره ملاحظات كثيره على القضاء على الاداء وعلى الترهل وعلى الاخطاء اللي بتتم، وفي ناس يعني فاحنا عشان ما نخش بالتفاصيل، وبالتالي كان هنالك ضروره لتبني هذه القوانين. وبالمناسبه يعني انا في لقاء سابق مع معالي وزير العدل السابق، يعني هذه عبارة عن استراتيجية تشكر عليها الحكومة، لأن القوانين اللي تقدمت بالدورة الحالية ما انشغلت امبارح، يعني هي نتاج عمل مستمر من الحكومة. في تراكمات طبعًا. الآن احنا ايش يعني خلينا نحكي نظرتنا لمجلس النواب، لا شك انه المواطن يشعر انه هذا النائب هو الذي يمثله وهو الذي يجب يعني ان يتحدث. انا حاب اسمع نظرتك لمجلس النواب بصفتك